مباراة القادمة لفريق مولدية الجزائر أمام فريق الشباب قسنطينة في نصف نهائي كأس الجزائر لكي تشيد المباراة مع الفضل الضغط في سردك في القناة ملعب المصطفى للمباراة ملعب استاد أولمبيك دو أوران في جمع الساعة 8 و 45 دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب والساعة 9 و 45 دقيقة بتوقيت القاهرة والساعة 10 و 45 دقيقة بتوقيت السعودي وقطر الإمارات وسوف تنقل المباراة عبر قناة الجزيرية السادسة والموقع الرسمي لفريق مودية الجزيرة وسوف تلعب يوم 23 4 2024 نسأل نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية يتلصق الكل كل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم